أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية الحفل الختامي لبرنامج التدريب الأساسي للشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية، وذلك بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين. وأكد معالي وزير العدل خلال كلمة له على أهمية البرنامج التدريبي وبما تضمنه من محتوى تدريبي متميز، والذي يهدف إلى تمكين خريجي القانون من ممارسة العمل القانوني باللغة الإنجليزية، وذلك عبر تدريبهم على المهارات العملية والأساسية وتزويدهم بالخبرات المهمة بما يستجيب لمختلف المتطلبات في سوق العمل، وذلك باللغة الإنجليزية. وقدم معالي وزير العدل بالغ شكره وتقديره للشركات ومكاتب المحامين المشاركين في تنفيذ هذا البرنامج الذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية، معربا عن اعتزازه بما تملكه مملكة البحرين من خبرات وكفاءات في مختلف مجالات العمل القانوني. وقد شارك في البرنامج 20 متدربا من خريجي القانون، واجتاز منه 14 متدربا، وذلك خلال مدة 7 أشهر، خصص منها 5 أشهر للتدريب النظري وشهران للتدريب العملي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركات ومكاتب المحامين لتنفيذ هذا البرنامج. وتضمن البرنامج 11 محورا تناول أبرز المعارف الأساسية في مجال العمل القانوني. وفي ختام الحفل قام معالي وزير العدل بتوزيع الشهادات على الخريجين من البرنامج التدريبي لشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية.